اجى وقت الفحص انت طمني بس وقت عملت فحص السواقه نجحت اول مره؟ لا بدك صراحه انا جبت دفعت لجبت الدفع دفعت بس بسوق كنت بتسوق بس كان في اللي نحن ببوتشاي كان عم هنيك يفحصوا ما كان يحبني كنت ضرب له ابنه انا ما كنت اضربني كنت كل ما ضربت واحد طير ايدي طير طفله ايدي ما بدي انا اي واحد قال لي اعطيني قرشين انا بجيبه بجيب الدفتر اعطاني بس بتسوق منيح هذا لبنان جماله فحص السيرتيفيكا من 52 سنة بتتذكر إذا نجحت من أول مرة؟ لك يا عمي عم قلك أنا فت أربع أيام على المدرسة بس أربع أيام؟ انتكر أربع سنة ترك المدرسة طب الكوليسترول والتريج اللي سيري بدريد أهم مدرسة بالدنيا هي مدرسة الحياة حياة أكيد طب ليك شو نجحت فيها؟ تعلمت لوحدي بعدين وزبط حالي وما ربح جميل حدا شوف نحن هلأ عنا امتحان هو شفهي مش تطبيقي بنسألك أسئلة افتراضية وبناء على أجوبتك أنا والصبايا هيك منشوف بقى كيف شخصيتك في مجال تخفف شوي عني أنت في الأشرف فنجان قهوة فيك تسمع وتشرب فيك تسمع وتشرب تصور فمن بعد أجوبتك أستاذ ملحي منحللك شخصيتك ومنعطيك علامات شو هي؟ نحن عنا فقرة هيك فيها علامات ما حدا حلل لي شخصيتي بالدنيا كلها هلا هلا على طريقتنا يعني عرفت كيف؟ ومنشوف إذا بنشحك كمان من أول مرة ولا بتدفع لنا لنشحك قد إيه بتدفع لنا ما بعرف خلينا نبلش من عندنا دم هايبر على الكافيين أوكي إذا كنت بسهرة كلها مشاهير بتعطى الهم تسلم عليهم أو بتقعد وتشوف مين راح يسلم عليك يعني بتتلبك؟ إذا بلبنان لا ليه؟ بروحش على حفلة فيها مشاهير عن جد؟ لأنه كلهم مغرورين هيك حاسس انت؟ ما أنا بعرفهم كلهم ضربوا الغرور كلهم أنت بتشوفي مثلاً بالهوليود أو اللي يعطي جوائز كيف كلهم بيزقفوا بحبوا بيصبوا بعضهم كلهم بيحترموا بعضهم نحن عنا غريبة ما كلهم نفس الشيء نحن عنا حتى الطائفية فايتة بالفن هلا بدي هيدي بس هم ببعثوا بعض قدام الكاميرا كذابين طيب لو فيك تنتحل شخصية حدا تاني أو تعمل شغلة معينة شو الشخصية وشو هي الشغلة تعملها؟ حابب كثير أعمل مثلا يا مسلسل بالتلفزيون يا فيلم سينما مثل دور عصر رحباني أيوه ليه؟ بيكون هيك شوي خفوا شعراتي كمان ليه عبالك تمثل دوره لعصر بحب شخصيته كثير وعرفت شخصيته قبل ما يغادر الدنيا الحياه عصي كريم كثير كان حتى بفنه كان كريم جدا ما يبخل انت شفتي من وقت ما توفى عصي لهلا شو صار بالبلد عمل ايه بالفن لعبت له من زمان الفن بيلعب دوره كثير كانوا العرب كانوا ايام ام كلثوم كانوا ملتهيين فيها ما كان في مشاكل لما ماتت ام كلثوم فاتوا ببعضهم وقعوا على بعضهم كانوا ناسيين حالهم يعني ما عندهم غير ام كلثوم يا ريت ترجع انت بتحل لنا المشاكل ما بدي انا بدي شو بدي خلينا نلتهي فيك اكثر انا محلول خالص خاصه هلا معكم انتم الحلات بالمره يعني زبط الوضع بالفن بيزبط الوضع بالسياسه بالبلد ايه